ولكن هذا هو الشباب بتاريخه وبأسمائه وبنجومه، إن كانوا الخبرة وإن كانوا الشباب يعودون، ولكنه الاتحاد المحاولة لكن ارجع اللقطة من البداية، شوفوا وش اللي سواه محمد نور. هذا هو القائد بلمسة بصناعة إلى مختار بتمريرة إلى عبد الفتاح. شاهد الكرة، شاهد اللقطة، شاهد المحاولة والتسديدة بالقدم اليسرى. 3-3، وشو أحلى من هالمباراة ومن قمة هذه المباراة. شاهدوا 3-3، يا عين يا محمد يا نور. أعتقد أن مهما تكلمت ولو أتكلم طوال اليوم أنا أستطيع أن أسرد تاريخك الكبير جدا أيها الأسطورة. كما قلت الاتحاد بأسماء شباب كان بحاجة إلى قائد، وقائد روحي، قائد يملك مثل مواصفات محمد نور، ولا أعتقد أنه يوجد.